رجعنا وياكم مرة ثانية ويا حلقة جديدة بعنوان الغش. أخواني، نشتري ونبيع ونتعرض. نتعرض بمعاملتنا إلى الغش، وحتى مرات نغش الناس وإحنا ما عارفين أنه دا نغشهم. وحتى نعرف فوارق الحق والباطل وتتوضح لنا، لازم نبين لكم شنو يعني الغش بهذه الحلقة. خلونا اليوم وياكم نتعرف على الغش ونقترب أكثر من واقع الغشاشين، ونشوفهم أنه متهنين بحياتهم اليومية أو أنه بعض الناس متوقعين هذا الشيء. خلينا نشوف المشهد. بينما كان هذا العامل صاحب الضمير الحي يرتب البضاعة من حلويات وغيرها، اكتشف أنه النفاذية أو الإكسباير مالت هذا الكيك خلصانة. اتحرك حتى يبلغ صاحب المحل حتى لا ينباع، لأن هذا غش والغش حرام. صاحب المحل طرد هذا العامل، كل ما لك علاقة بهذا العمل، لأن صاحب المحل كان ضميره ميت. صاحب المحل وبجرة قلم حذف تاريخ النفاذية حتى الناس ما تنتبه وتشتري هذا الكيك الفاسد، ونسى انه الدنيا ديون. راح بنفسه يرجع الكيك لمكانه ويخلي بين الكيك اللي ما بيشي. الدنيا ديون والغش يصيب صاحبه، مو بس الناس، يبيع بضاعة فاسدة منتهية الصلاحية وما يدري، ممكن يأكل منها شاب، امرأة أو طفل، يأكل منها ويتسمم. طفل من الأطفال اللي يلعبون بالشوارع أو بالساحات أو يتبضعون ويتنزهون، تلقى هذا الطفل وإن بعد لعب وتعب تتحول فرحته بطعم الكيك والعصير. إلى نقمة عليه وعلى عائلته، لأن الطفل اللي راح يشتري الأصدقاء مثل هذا الطفل. ما كان منتبه على أنه الأكسباير مشخوط عليها بقلم. أطفال أكلوا فرحوا رجعوا يلعبون، أكلوا الكيك الفاسد وما يعرفون شنو النتيجة. الغشاش غرقان بحساباته، يجمع أموال الحلال ويا الحرام، والشبهة ويا الغش، والغش راح يحرق كل رزقه. بهذه الأثناء يجي تليفون، تتغير ملامح وجهه، والتليفون يبلغ رسالة مؤلمة. يا غشاش، ابنك أكل كيك فاسد وتسمم، أكل كيك من محلك. يا غشاش، أنت غشيت نفسك. طبعاً هذه صورة رصدناها من الواقع، وأكو صورة ثانية وثالثة وآلاف من صور الغش وأنواعه موجودة، لكن هذه الصورة بينت لنا حقيقة، وهي أن الغشاش ما متهني لا برزقه ولا بعمله، وسوء عمله يرجع عليه وعلى أهله وعلى سمعته. وحتى نبقى كإعلام سلطة وصوت للرأي العام، خلوكم ويانا ورسلونا كل حالة غش تشوفوه بالشارع وثقوها ورسلوها لنا، وإحنا نكرر الموضوع بحلقة قادمة، وإن شاء الله خير. أخواني، الغش عرفه الإسلام بأنه
بيان خلاف واقع الحال للأشياء، وما يقتصر الغش بالبيع أو الشراء أو حتى في الامتحانات، بل يتشعب في آفاق الحياة. وبعد عرض هذه المشكلة، إذ سيكون الحل من كلام الله وكلام محمد وآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام، إذ سيكون معنا ضيف هذه الحلقة سماحة الشيخ مصطفى معاش. أهلا وسهلا بك شيخنا بهذا البرنامج الأسبوعي، شرفتنا. شيخنا، عندنا كم سؤال عن موضوع الغش. السؤال الأول أنه ما هو تعريف الغش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الغش في الاصطلاح هو إخفاء العيب أو إظهار ما غير حقيقة الموجودة في الحاجة أو تزييف الواقع. أحسنتم شيخنا. شيخنا، السؤال الثاني، ما هو أنواع الغش؟ الغش ينقسم إلى عدة أنواع. فهناك غش في المعاملات، مثل واحد أنه يخبط الحليب ويضع معه الماء ليكثر عند الحليب، أو أيضا أنه يغش في الامتحان، أو مثلا أفرضه يدلس المرأة يحول إلى مرأة جميلة، أو الحاكم يغش المحكومين ويظهر أنه مثلا أنشأ مصانع أو يزيف الحقيقة أو يتهم ناس بالباطل. هذا أنواع من أنواع الغش. نعم شيخنا، أحسنتم. شيخنا، ما هو موقف المرجعية الدينية من الغش في مختلف آفاق الحياة؟ المرجعية الدينية في إجماعها تقريبا، وأكثر مراجع الدين يقولون بحرمة الغش بجميع أنواعه ومع مراتب مختلفة، لأن الإنسان الغاش لا ينجح في حياته، وأيضا يستطيع أن يصل إلى هدفه بدون أن يكون مستحق لهذا الهدف. طيب شيخنا، إلى الآن عرفتنا الغش وأنواع الغش وفهمتنا أنه موقف المرجعية. السؤال الرابع، ما هي مخاطر الغش على الفرد والمجتمع والعقيدة؟ مشكلة الإنسان الذي يغش، مشكلته أنه ما عنده ثقة في نفسه، يعني هو لا عنده وثق في نفسه أنه هذا الشيء الذي يقدمه للآخرين يقدم بشكل حقيقي. عدم الثقة في نفسه يؤدي أنه يحاول يخلط الأمور. مثلا هذا الباع ما يعتقد أنه عنده في ثقة نفسه وما عنده ثقة بالله سبحانه وتعالى أنه هو الرزاق، فهذا يؤدي أنه يخلي مثلا فرضوا الحاجة الجيدة فوق، وعندما يبيع يعطي الحاجة الغير جيدة، يغش الإنسان. أو الإنسان الذي مثلا ممكن يتعب يدرس ويتعب على نفسه ويمتحن بشكل جيد وينجح، ما عنده ثقة في نفسه وما عنده أنه يعتقد أنه الله يوفقه، فيقوم يغش، والنتيجة أنه يصل إلى مكان حساس كي يصير مسؤول أو شخصية مسؤولة أو في مكان، ويخدع الناس بأنه نجح. هذا لعدم وجود الثقة في النفس، وأيضا عدم إيمان بالله سبحانه وتعالى، وعدم فهم أنه أكو مخاطر في هذا الغش. مثلا لو فرضنا أنه قدم حاجة فاسدة، كما بعض الأشخاص يغيرون التاريخ البضاعة ويخلون تاريخ مثلا جديد وهي تاريخ منتهي، زين، هذا ممكن يؤدي إلى موت الآخرين، ممكن يؤدي إلى أمراض وعاهات مستديمة. هذا لو يفهم أنه المخاطر ما راح يغش. فنرجو أنه الإنسان يفكر دائما في مخاطر الغش. الغش له مخاطر جدا خطيرة، وهذا ممكن يجعل أيضا كثير من الأشخاص الذي يغش في حاجات، هذا الخطر يرجع له أيضا. فاللي يدرك مخاطر الشيء وعنده إيمان بالله تعالى وعنده ثقة بنفسه، هذا ما يغش. أما الذي يفقد الثقة بنفسه وما عنده ثقة بالله سبحانه وتعالى أنه هو الرزاق وهو الموفق وما يفكر في عواقب الأمور، هذا الإنسان يؤدي إلى الغش. نعم شيخنا، بقى بس سؤال الأخير، وهو كيف نعالج الغش؟ أحسنت. العلاج كما ذكرت الآن، أنه إنسان يكون عنده ثقة بالله سبحانه وتعالى وعنده ثقة في نفسه، وأيضا يعرف مخاطر ومساوئ هذه الشغلات. أيضا أنه بعض الحكام يتصور أنه إذا غش المحكومين المواطنين أنه هذا يقدر يسيطر عليهم، بالعكس هذا خطأ. مثلا بعض الموظفين يجي إلى الدوام يغش المسؤول عنه، فما يلتزم بالدوام، يجي يوقع أول الدوام ويطلع، بعدين يرجع آخر الدوام ووقع، هذا يتصور أنه غش ومصلحته، هذا خطر، يعني هذا يأخذ حقه وحق الآخرين. إضافة لأنه السعي يفهم أنه عدم الغش هذا راح يؤدي إلى أنه بالعكس يتقدم أكثر، ولكن ببطء، يحتاج وقت. الغاش يحصل ربح سريع، ولكنه الأثر مالته عكسي سلبي بشكل متأخر. مثلا راح أجيب مثال، الشخص الذي يبيع الفواكه فيغش الناس، طبعا راح يربح
وراح يبيع فاسد او خربان بيحصل فلوس وراء، بس ما شيء يصير وراء الزبون ما حيصير عنده ثقه بهذا البائع، ما راح يجي شيء من عنده. على المدى البعيد راح يخسر الزبائن، لكن على المدى القريب راح يربح. لو يفكر انه المدى البعيد كيف يكسب زبائن، ولهذا الانسان الذي هو ينصح الناس ويساعدهم وما يغشهم يشوفهم بالمستقبل يصير زبائن اكثر ومراجعين اكثر. اضافه لانه الغش حالة سلبية مقابلها الحالة الإيجابية اللي هي الفضيلة هي النصح، فعدم النصح يؤدي الغش. مثلا أجي واحد سألني سؤال أنا ممكن أنصحه فما نصحته، هذا غشيته. فالنصيحة هي مقدمة لأنه إنسان فضيلة، فضيلة يعني فضيلة، والإسلام يدعو إلى النصيحة. مقابل الغش مقابله النصيحة والنصح. ورد في الروايات كثيرا المنع من الغش، وعن أهل بيت سلام الله عليهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن من غشنا، هذه الروايات راح أقرأها في روايتين. وأيضا ورد في الدعاء أيضا يقول الرواية ليس منا عن رسول عن الإمام الصادق سلام الله عليه ليس منا من غشنا، وفي رواية أخرى ليس منا من غش مسلما، وفي رواية أخرى ومن بات وفي قلبي غش لأخيه المسلم بات في سخط الله وأصبح كذلك حتى يتوب. وأيضا هناك دعاء ورد في مصباح المتهجد، دعاء جدا لطيف صغير، اللهم صل على محمد وآل محمد وطهر قلبي من النفاق وصدري من الغش. جعلنا الله إن شاء الله من أصحاب النصيحة وعدم الغاشين إن شاء الله، وفقكم الله، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. أحسنتم شيخنا، طيب الله أنفاسكم، نشكر جهودك وقبول استضافتك بهذه الحلقة، وإن شاء الله نتشرف بك بحلقات قادمة. فاصل ونعود. خلي شوية نرجع للتاريخ ونشوف من هم اللي أول الناس غشوا بالإسلام. السقيفة هم من بدأوا بغش وتزييف الإسلام، حتى اتهموا النبي بأنه يهجر ولا يوصي، لكن قال الله عز وجل في كتابه الكريم إن هو إلا وحي يوحى. وهنا فلنكن مع مجموعة مباركة من أحاديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في الغش، عن الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من استرعى رعية فغشها حرم الله عليه الجنة. ليش بسبب الغش؟ إنه نحرم أجسادنا عن الجنة، يستحق التفكر. وعن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال المؤمن أخو المؤمن عينه ودليله، لا يخونه ولا يظلمه ولا يغشه ولا يعده عدة فيخلفه. إلى هنا إخوتي أخواتي وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صور من الحياة. إلى اللقاء.